في هذه اللحظات هذه انطلاقة الشوط العشرون في سباق هذا اليوم. اللي في اول المراكز في هذه اللحظات هذا هو براق السيد حمد بن محمد. براق السيد حمد بن محمد الزعبي ولكن تسلل من الجانب الايمن شاهين للسيد سالم بن حمد بن يهويل انتزع المركز الاول. اما في ثالث المراكز لو سراب للسيد راشد بن حمد المنخس في ثالث المراكز. رابع المراكز ارى شعار المقلوب من الجانب الايمن واعتقد ان هذا الذيب للسيد حمد بن محمد المقلوم مع الذيب في هذا اللي في اول المراكز في هذه اللحظات هذا هو شاهين للسيد سالم بن حمد بن جهويل. اما في ثاني المراكز اللي هو الذيب للسيد محمد بن حمد المقلوم. وفي ثالث المراكز هذا هو رقم 14 سراب للسيد راشد بن حمد المنخس في ثالث المراكز. رابع المراكز من الجانب الايمن براق للسيد حمد بن محمد الزعبي في هذه اللحظات في ثاني المراكز. ولكن اللي في اول المراكز مسيطر سيطره تامه منذ الانطلاقه وحتى هذه اللحظه شعار بن جهويل سالم بن حمد بن جهويل في اول المراكز مع شاهين. واللي واصل في ثاني المراكز هذا هو براق للسيد حمد بن محمد الزعبي في هذه اللحظه في ثاني المراكز. ثالث المراكز سراب للسيد راشد بن حمد المنخس ولكن هذا هو شاهين يدعو ملكيات شاهين للسيد سالم بن حمد بن جهويل المري انتزع المركز الاول وسيطر سيطره تامه. نقول تهانينا والناموس على هذا الفوز للسيد سالم بن حمد بن جهويل في ثاني المراكز اللي وصل له سراب للسيد راشد بن حمد المنخس. تهانينا والناموس لجميع الاخوه الفائزين في ثالث المراكز رقم 20 براق للسيد حمد بن محمد الزعبي. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقتين و12 ثانيه و 68 جزء من السنة. تهانينا والناموس والتهاني موصول للسيد سالم بن حمد بن جهويل على هذا الفوز.